النجم الكبير يحيى الفخراني بيعود السنة دي لدراما رمضان أخيرا بمسلسله الجديد عتبات البهجة، قصة درامية اجتماعية هيجسد فيها شخصية بهجة الأنصاري. هنناقش العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية والأسرية. خلونا نشوف التقرير عن مسلسل عتبات البهجة اللي هيعرض إن شاء الله السنة دي في رمضان 2024. وجود فنان بحجم النجم الكبير يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان بيحقق حالة من التشويق لمسلسل عتبات البهجة اللي بيعود بيه الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب سنتين، وكان آخر أعماله مسلسل نجيب زاهي زركش. مين يعني نجيب زاهي زركش ده؟ طز سنتين الجمهور في كل موسم بيدخل يفتش عن اسمه ضمن السباق الدرامي، لحد ما قرر يرجع مرة تانية بقصة درامية اجتماعية كوميدية هيجسد فيها شخصية بهجة الأنصاري. راجل عجوز كان بيشتغل في وظيفة حكومية كوكيل لوزارة الصناعة السابق واتحال على المعاش وبيعاني من الوحدة، وده بعد وفاة زوجته. يا مساء البهجة. بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة، أنا اسمي بهجة الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة. كمان هيناقش العمل مجموعة قضايا اجتماعية وأسرية. هنشوف مثلا شخصية بهجة بطل العمل اللي أصبح غير مهتم بابنه وبنته اللي ما بتسألش عنه في عصر تكنولوجيا حديثة شكلت فجوة زمنية بين الآباء والأبناء. ورغم الظروف دي هتحصل علاقة صداقة قوية جدا بينه وبين أحفاده، علاقة هتترجم على مواقع السوشيال ميديا في برنامج اسمه عتبات البهجة. بتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لا، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين. وبمجرد الانتهاء من تصوير العمل طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقي للمسلسل اللي وضح ملامح شخصية يحيى الفخراني وهو بينشر السعادة والتفاؤل على متابعيه في قناة اليوتيوب بتاعته من خلال برنامجه عتبات البهجة، لكن بيتعرض لمواقف بتغير حياته وبتخليه يخش في صراعات هتكشف الأحداث عنها أثناء عرض الحلقات في شهر رمضان. عتبات البهجة بيضم كوكبة من النجوم، الفنانة جمانة مراد والفنان القدير صلاح عبد الله وهنادي مهنا وسما إبراهيم وعلاء زينهم وعدد كبير من الفنانين. المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة. إذا عجبكم المحتوى فرضاً، يعني لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير والحاجات بتاعتكم دي. صباح أو مساء البهجة.